زين، ننتقل أعزائي للصفحة الأخرى. عندنا revision revision 2، المراجعة رقم 2. move across the maze to one of the exits, solve the clue and move into the world. You can move. هنا يقول لي move across يعني تحرك، تحرك عبر الميز هاي اللي هي مثل الأحجية، أوكي، اللي موجودة to one of the exits، إلى أحد المخارج. هاي المخارج exit 1، مخرج 1، مخرج 2، 3، 4، إلى آخره 5. زين، solve the clue، حل هذا اللغز، and move on to the word، وتحرك نحو الكلمة. You can move one square down، تستطيع أن تتحرك مربع واحد إلى الأسفل، شلون هالشكل، right إلى اليمين or left أو إلى اليسار، each time في كل مرة. Only one of the exit is correct، واحد من هذني المخارج هو الصحيح. Close، عندنا هنا close، اوكي، وهنا اللي موجوده يقول لي a tall thin that plant with green leaves is eating by pandas. A tall thin plant، حيوان، عفوا نبات رفيع نحيف وطويل، ذو اوراق خضراء، هذا شنو هو؟ is eating by pandas، يتم اكله من قبل شنو؟ من قبل حيوان الباندا. طبعا اعزائي هذا تمرين جميل. هنا يقول لي الخروج طبعا راح يكون من الاكزيت، نشوف يا الاكزيت، only one of the exit is correct، واحد من المخارج راح يكون صحيح. راح نشوف هنا كلوز يعني مفاتيح الحل، يقول لي a tall thin plant with green leaves، يقول نبات نحيف طويل ذو أوراق خضراء، it is eaten by pandas، ويتم أكله من قبل الباندا. شنو إذا ندوره هنا؟ start، البداية من بامبو، الخيزران. زين، وبعدين يقول هنا to use things or parts of things again، لاستخدام الأشياء أو أجزاء الأشياء مرة أخرى. شنو؟ recycle، إعادة تدوير. شوف انتقلنا. زين، dirty or dangerous things which damage the environment، الأشياء الخطرة والوسخة اللي تدمر البيئة. شنو هي الدمب؟ دمب هاي القمامة. زين، a great success، نجاح رائع. شنو هو؟ شوف انتقلنا منها لهنا، نجاح رائع، ترامف، ترامف هذا نجاح. زين، a terrible failure، terrible failure فشل فظيع، tragedy. شوف انتقلنا. زين، بعدين ايش عندك؟ يقول you like me to wait for you، تستخدم would. would you like me to wait for you، تستخدم كلمة would. شوف انتقلنا شوي شوي، اذا ننتقل. زين، a place where wild animals are kept for public to see، يقول مكان حيث الحيوانات البرية يتم حفظها او يتم يعني وضعها للجمهور لكي يراها. سبعة، وراها شنية؟ وصلنا تراجيدي، وصلنا تراجيدي، العفو الود، وصلنا للود، اسف، زو، اذا زو، شوف وصلنا للزو. بعدين وصلنا للزو، against the law not allowed، ضد القانون وغير مسموح به، ها illegal، هذا illegal غير قانوني. شوف نزو غير قانوني. زين، a black and white type of beer which eats bamboo، نوع طبعا of beer، نوع beer دب، نوع ابيض واسود من الدبابة. هذا ترجمكم نصي طبعا، هو لو ترجمه هيك يصير دب، نوع من الدبابة يكون ابيض واسود، والذي ياكل البامبو ياكل الخيزران شنو؟ باندا. وصلنا احنا وين؟ illegal، فراح نروح للباندا، باندا. تمام، زين نرجع، يقول car has a battery and petrol engine، car سيارة بها بطارية ومحرك بترولي. شنو هو هذه؟ hybrid، هاي hybrid الهجينة. زين، a beautiful antelope، هاي ظبي جميل والذي أصبح أصبح منقرض، in the Arabian Peninsula، أصبح
منقرض او نادر في الاريبيان بنسولا في الجزيره العربيه. داعش شنو؟ اوركس، البقره الوحشيه. زين، وبعدين the first paragraph of discursive essay، هاي المقاله الفقره الاولى من المقاله، هاي المقطعه او المقسمه شنية؟ وين نروح؟ introduction. شوف، روح لل introduction، مقدمة. زين، the sound of mobile phone، صوت الهاتف النقال، صوت الهاتف، ring tone، نغمة، ring tone. زين، a person who goes out to kill animals، الشخص الذي يخرج يطلع للخارج لكي يقتل الحيوانات، hunter، صياد. زين، things we throw away، الأشياء التي نرميها بعيدا، شنية؟ rubbish، rubbish القمامة. زين، اكو هاي الهيدروليك، خاف نسيناها، هاي العفو، اسف، هاي a power is produced by water going through a dam، الطاقة التي ينتجها الماء، الماء الذي يجري عبر السد، شنو الهيدروليك، هاي طبعا هنا. شوف احنا مين جينا، جينا من الاوركس اخر شيء، البقر الوحشي هنا 11، هنا 12، شوف هنا منا الهيدروليك، هايدرو الكتريك، هاي الطاقة اللي الطاقة الهيدروليكية الكهربائية. اوكي، زين، هسه وصلنا للهانتر اخر شيء، الاشياء اللي نرميها بعيدا، الربش القمامة. Farmers put this on earth to make the plant grow، المزارعون يضعون هذا، يضعون هذا الشيء على الارض لجعل النباتات تنمو. شنو؟ فيرتلايزر، فيرتلايزر السماد. اذا الخروج من الاكزيت 2، شوف شلون انتقلنا من الاكزيت 2، شوف هاي هنا ياهو الاكزيت الصحيح، اذا الاكزيت 2. تقبلوا اعزائي تحياتي والى اللقاء.